كشف مصطفى بسكري الذي سبق له العمل في الطاقم الفني لاتحاد عنابة أن هذا الأخير ذهب ضحية كواليس المكتب الفيدرالي السابق عن طريق أحد أعضائه والذي أعمل جاهدا لإسقاط الفريق سنة 2011 بسبب خلافات مع الرئيس الأسبق للبونة عيسى منادي، متوعدا بالكشف عن الحقيقة كاملة مستقبلا. وهدف ميكروفون نصر جلال. باسكو سي تان كلوب كيما يقول لك يميريت اللي حقروه من قبل اللي ما كانش نورمالمون باش يحبط للدوزيام ديفيزيون 2011 باسكو كاين امور كبيره بلو طار نكشفها ونكشف شي ناس اللي خدموا ضد عنابه اللي حبطوها على جال باسكو من نادي دار لهم دو نومبر. دونك يا بوكو دو شوز اللي راح كيما يقول لك بلو طار نجبدهم وكيما يقول لك نحطهم كيما يقول لك في الاخر باسكو لاكس بيرو فيدرال اللي كان مقبل مي فياندرا لو جور وين لا فيريتي تاع كيفاش حطت اللي اسمع عنابه هاني نقولها لكم نورمال.